السلام عليكم. في الدرس اللي فات اتكلمنا عن النود جي اس وعرفنا مقدمه عنها ومقدمه عن الكورس ده وايه اللي احنا هنتعلمه فيه. في الدرس ده بقى هنبدا نتعامل مع النود جي اس. اول حاجه لازم اسطب النود جي اس في الجهاز عندي. هدخل على الموقع nodejs.org واعمل داونلود للنود جي اس، سواء النسخه اللي هي ال تي اس او النسخه القرنت. ال تي اس اختصار لونج تيرم سبورت، دي النسخه اللي هي مدعومه بقالها كتير وستيبل اكتر من النسخه القرنت، بس يعني ما فيش مشكله ان انت تشتغل على النسخه القرنت، بس يفضل ان انت تشتغل على النسخه اللي هي ال تي اس. يعني حتى هنا بيقول لك ريكومندد فور موست يوزرز. انت اعمل داونلود للنسخه اللي هي ال تي اس وهتنزل لك برنامج سطبه عادي زي اي برنامج. عشان تتاكد ان النود سطبت عندك في الجهاز هتيجي تفتح السي ام دي. احنا كل شغلنا طبعا هيبقى من السي ام دي، عشان اشغل النود او اعمل رن الملف الجافا سكريبت بتاعها هيبقى من السي ام دي. هتيجي في السي ام دي وهتقول له نود، تضغط انتر، هيجي لك حاجه زي كده. دي انت ممكن تكتب فيها اوامر جافا سكريبت مباشره وتشغلها في السي ام دي على طول، زي ما كنت بتفتح الكونسول في البراوزر وتكتب اي امر من اوامر الجافا سكريبت وتبدا تشغل الامر ده في الكونسول مباشره. هنا نفس الموضوع، انت كانك بتشغل امر في النود مباشره في الكونسول بتاع النود. طيب يعني انا ممكن اجي هنا كده واقول له كونسول دوت لوج مثلا هلو نود، ضغط انتر هيتبع لك هلو نود واندفايند. طبعا اندفايند دي لان الكونسول دوت لوج ما بتعملش ريتيرن الحاجه، فهي اخر او الجمله الثانيه اللي بتطبعها دي لا الناتج من تشغيل الامر، لا لو فانكشن مثلا الريتيرن بتاع الفانكشن دي، فهو الريتيرن بتاع الكونسول دوت لوج هو اندفايند، لكن طبع لك اللي هي هلو نود. ومهم جدا ان تبقى عارف ان انت لما تيجي تشغل ملف جافا سكريبت بالنود لو انت بتعمل كونسول دوت لوج فهو هيظهر لك في السي ام دي، طبيعي يعني انت ما عندكش متصفح، خلاص انسى ان انت شغال على المتصفح ده، انت الكونسول بتاعك دلوقتي او بيئه العمل بتاعتك هي النود او السي ام دي، ده هو الكونسول بتاعك. طيب ده كده لو انا عايز اعمل تشغيل لامر جافا سكريبت مباشره جوه النود. طب لو عايز بقى اشغل ملف جافا سكريبت، هعمل فولدر او في اي حته يعني وافتح الفولدر ده بالتكست اديتور اللي انا شغال عليه. انا هنا اشتغل على الفي اس كود، هعمل ملف هسميه مثلا اب دوت جي اس واكتب جواه اي كود انا عايزه. هقول له كونسول دوت لوج مثلا هلو فروم اب دوت جي اس واعمل سيف للملف. واجي هنا في السي ام دي هوقف خلاص الامر ده، لو عايز اوقف اضغط كنترول سي، بيقول لك هنا تو اكست بريس كنترول سي اجين اور تايب اكزيت، اضغط كنترول سي ورا بعض. طيب المفروض ان انا بقى هتنقل من المسار اللي انا واقف فيه دلوقتي للمسار اللي موجود فيه الفولدر بتاع البروجكت بتاع او ملف الجافا سكريبت اللي انا عايز اشغله. انا هنا واقف في السي عشان اروح للدي، هقول له دي نقطتين فكده خلاص رحت للدي. هقول له بقى سي دي هو موجود في فولدر اسمه كيم ار سكريبت موجود عندي في المسار ده. انا كده خلاص رحت للمسار بتاع الملف بتاعي. عشان اشغل ملف الاب جي اس هقول له نود وبعدها اسم الملف بتاعي اللي هو الاب دوت جي اس. لو ضغطت انتر هيشغل الملف، هو هيخرج لي مباشره من الامر لان هو خلاص شغل ملف والاوامر خلصت، خلاص هو هيخرج وطبع لي هلو فروم الاب دوت جي اس. وطبعا انت ممكن تشغل الكلام ده من التيرمينال بتاع الفي اس كود لو انت شغال على الفي اس كود او اي تكست اديتور او اي دي اي يعني موجود فيها تيرمينال او سي ام دي بيلد ان يعني في الاديتور بتاعك. ممكن اجي هنا واقول له نود اب دوت جي اس هيطبع لي برده هلو فروم اب دوت جي اس وشغاله مفيش اي مشاكل. طيب جميل، يجي بقى سؤال مهم جدا، هل اي كود جافا سكريبت تنفع شغاله في النود؟ طيب تعالوا كده نفكر واحده واحده. في البدايه الجافا سكريبت كانت شغاله في المتصفح، انا نقلت من المتصفح خرجت بره المتصفح وبدات بشغله جوه النود. طب هل كل الامكانيات بتاعه المتصفح موجوده في النود؟ لو جينا نفكر هنلاقي لا. طيب ايه الامكانيات اللي موجوده في المتصفح ومش موجوده في النود؟ حاجه مثلا زي الويندو، انا في البراوزر كنت انت ممكن تيجي هنا كده لو جيت قلت له ويندو هيطبع لك اوبجكت بيمثل لك الويندو بتاعت المتصفح بتاعتك جواه مجموعه من البروبارتيز ومجموعه من الميثودز اللي بتتعامل مع الويندو بتاعت المتصفح. طب هنا النود ما فيهاش ويندو، انا شغال في السي ام دي مفيش حاجه اسمها ويندو.
طيب ايه البديل للويندو؟ انا عندي الويندو دي ما كانتش بتمثل لي بس النافذه بتاعه المتصفح، لا هي كانت بتمثل لي الجلوبال اوبجكت بتاعي. فالبديل بتاع الويندو في النود هو الجلوبال اوبجكت، اسمه جلوبال. يعني انا لو جيت هنا وقلت له نود، شغل بقى النود، لو جيت قلت له جلوبال وضغطت انتر هيطبع لي اوبجكت فيه مجموعه بروبرتيز ومجموعه ميثودز قريبه من اللي كانت موجوده في الويندو بتاعه المتصفح. طبعا هيبقى فيه حاجات مختلفه لان يعني حاجات مرتبطه بالنافذه بتاعه المتصفح، زي مثلا الاتش ريف بتاعك هنا اللي هو اللينك اللي انت فيه، اللوكيشن، الحاجات دي كلها، ففي حاجات مختلفه. لكن هو اللي بيناظر الويندو عندي هو الجلوبال في النود، هو اسمه جلوبال. طيب جميل، دي كده اول حاجه مختلفه. طيب تاني حاجه مختلفه هي ايه؟ هي الدوكيمنت. انا كان عندي في البراوزر في عندي حاجه اسمها الدوكيمنت، دي بتمثل لي الدوكيمنت بتاعه ال HTML. طيب هنا انا ما عنديش HTML، انا عندي عمليه شغاله في مجموعه اوامر شغاله في بروسيس شغاله، فاللي بيناظر الدوكيمنت هو البروسيس. فعندي اوبجكت اسمه بروسيس برضه هو بيناظر الدوكيمنت في المتصفحات. وطبعا اي حاجه بتتعامل مع نص ال HTML مش هتلاقيها موجوده، زي دوكيمنت دوت جيت المنت باي اي دي، مفيش دوكيمنت اصلا عشان يبقى فيه جيت المنت باي اي دي. فكل يعني الحاجات اللي مرتبطه بال HTML نفسها او المرتبطه بحاجه خاصه بالمتصفح مش هتلاقيها موجوده في النود. في حاجات بدائل ليها زي الويندو البديل ليها جلوبال، والدوكيمنت البديل ليها هو البروسيس. طيب جميل كده انا عرفت ازاي اشغل ملف جافا سكريبت جوه النود ابلكيشن او باستخدام النود على الجهاز بتاعي بعيدا عن المتصفح، والفرق بين ان انا اشتغل بالنود وان انا اشتغل بالمتصفح، اللي هي الحاجات يعني المرتبطه بالمتصفح نفسه مش هتلاقيها موجوده في النود. النقطه اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم عنها وهو ازاي اجيب انبوت من اليوزر. يعني انا شغلت مثلا ملف الجافا سكريبت ده، انا عايز مثلا برنامج بسيط كده هكتب رقمين او اليوزر هيدخل رقمين وهو هيجمعهم. في المتصفح ما كانش عندي حاجه مباشره ان انا اجيب منها الانبوت من اليوزر، فكنت بستخدم الانبوت فايل او اسف الانبوت تاج بتاع ال HTML اللي هو عنصر الانبوت. طيب هنا لو انا عايز اجيب انبوت من اليوزر، انا ما عنديش عنصر انبوت، ما عنديش HTML، انا عندي حاجات شغاله في النود في السي ام دي بتاعي. طيب ازاي بقى اوصل انبوت جوه الملف بتاعي؟ عندي حاجه اسمها كوماند لاين ارجيومنتس. الكلام ده مش خاص بالنود بس، هي حاجه خاصه بالبرمجه عامه. انت هنا في السي ام دي كنا عشان نشغل ملف الجافا سكريبت بتاعي انا كنت بقول له نود وبعدين اسم الملف. اللي انا بكتبه هنا ده اسمه كوماند لاين ارجيومنتس، دي حاجات انا بمررها للكوماند لاين بتاعي اللي هو الكوماند لاين بتاع الويندوز سي ام دي او التيرمينال في الماك واللينكس، ايا كان الكوماند لاين اللي انت شغال عليه ده اسمه كوماند لاين. فاي حاجه انت بتكتبها هنا بتعتبر كوماند لاين ارجيومنتس. حتى لو انت كتبت اي حاجه بعد الاب دوت جي اس، يعني ده اسم الملف بتاعك، ممكن تكتب بعده مثلا 1 و6، فدول كده برضو كوماند لاين ارجيومنتس. طيب الارجيومنتس دي بيتعامل معاها ازاي؟ هو بياخد كلمه كلمه، انا كده كاتب جمله كده على بعضها، هو بيقسمها من عند المسافات، فكل كلمه بتعتبر ارجيومنت لوحدها. طيب جميل، دي حاجه مهمه او حاجه مفيده ان انا ممكن اكتب حاجات بعد ملف الاب جي اس بتاعي، ان هي النود متوقعه مني ارجيومنت واحد بس اللي هو الاب دوت جي اس، فاي حاجه انا بكتبها بعد كده هي بتتجاهلها. زي ما احنا عارفين طبيعه الجافا سكريبت ان انت لو عندك فانكشن بتاخد مثلا 2 باراميترز وانت اديت لها 5، فهي تاخد بس اول 2 والباقي هترميه هتتجاهله. النود برضو نفس النظام، اي حاجه انا هكتبها بعد ملف الاب جي اس هي هتتجاهله. طيب هل هتتجاهله بمعنى ان هي هترميه؟ لا، هو النود ده برنامج، فبرنامج النود هو بس هيروح يشغل الملف ده، لكن الحاجات اللي بعد كده مش هترميها تماما، هو هيخزنها عنده بحيث ان انا اقدر اوصل لها لو انا عايز استخدمها. وهي دي فائده الكوماند لاين ارجيومنتس، ان انا امرر قيم جوه السكريبت بتاعي او جوه البرنامج اللي انا بشغله عن طريق السي ام دي. لو انا جيت هنا قلت له 1 + 6 وضغطت انتر هيطبع لك برضه هالو فروم اب جي اس وشغاله وزي الفل. طب انا كده ما استفدتش حاجه بقى، انا كده مررت الباراميترز بتاعتي او الارجيومنتس بتاعتي، عايز بقى اجيب قيمتها. قيمتها بتتحفظ فين؟
قيمتها بتتحفظ عندنا في البروسيس اوبجكت. البروسيس اوبجكت جواه بروبرتي اسمها ارج في. ارج في اختصار لارجيومنت فيكتور. الاسم ده جاي من لغه السي وبداوا يستخدموه بعد كده في اللغات الثانيه بقى، ده يعني حاجه ستاندرد. ارجيومنت هو الارجيومنتس اللي انت بتمرها الكوماند لاين، هو المقصود بقى الكوماند لاين ارجيومنتس. فيكتور يعني كلمه فيكتور معناها متجه. هو هنا فيكتور مش معناها متجه يعني حاجه بتشاور على اتجاه، لا، هو هنا فيكتور يعني حاجه بتشاور على الكوماند لاين ارجيومنتس بتاعتي. طيب ليه فيكتور؟ تعالوا كده نطبعها ونشوف هي شكلها عامل ازاي اصلا الكوماند لاين ارجيومنتس دي عشان نشوف كلمه فيكتور جت منين. شكلها عباره عن اري. حلو، احنا عارفين الاري، كلمه فيكتور جايه من الاري. الاري في لغه السي حجمها ثابت يعني مش متغير زي الجافا سكريبت. انت بتعرف اري بتقول مثلا انا عايز اري احط فيها 10 عناصر، فانت طول حياه الاري دي هتحط فيها 10 عناصر بس، ما تقدرش تزود عن ال 10 عناصر دول. طيب هنا انا ما اعرفش اليوزر هيكتب كام ارجيومنت في السي ام دي، فعشان اوصل للاري دي انا ما اعرفش عدد العناصر، فانا محتاج حاجه متغيره معايا حجمها يتغير معايا، فهو ده الفيكتور. فالارجيومنت فيكتور او ارج في هي اسمها جاي من كده. طيب جميل، انا هنا قدرت ان انا اوصل للحاجات اللي اتكتبت في السي ام دي بتاعي عن طريق البروسيس دوت ارج في. طيب اول حاجه او اول عنصر في الاري بتاعتي بيقول لك اللي هو السي بروجرام فايلز النود جي اس نود دوت اي اكس اي، ده اللي هو البرنامج اللي انت شغلته اللي هو النود ده، مكان او مسار تسطيب برنامج النود جي اس. انت شغلت برنامج النود، فده اول ارجيومنت عندك. طيب تاني ارجيومنت عندنا اللي هو مسار الملف اللي انت شغلته اللي هو الاب دوت جي اس. طيب بعد كده الارجيومنتس اللي بعد كده هي الارجيومنتس اللي انت بتكتبها بعد الملف بتاعك. يبقى انا اللي يهمني دايما من اول الاندكس الثاني، انا ما يهمنيش لا الاول عنصر اللي هو في اندكس صفر ولا الثاني عنصر اللي هو في اندكس واحد، انا يهمني العنصر الثاني. طيب يبقى انا ممكن اجي هنا كده واقول له مثلا كونست او ليت مثلا ان واحد بيساوي بروسيس دوت ارج في اوف 2، لان ده اول رقم عندي موجود في الاندكس الثاني، واقول له ليت ان 2 بيساوي اللي هي اللي في الاندكس الثالث. طيب انا كده جبت الرقمين بتوعي، بس زي ما لاحظت هو هنا ظاهر لي ان هم سترنج، فلازم احولهم لنمبر عشان اقدر اتعامل معاهم بطريقه صحيحه. ممكن استخدم اللي هو الاونري بلس عشان احولهم لرقم موجب. طيب جميل، لو جيت قلت له كونسول دوت لوج ان واحد زائد ان 2 وشلت الكونسول ده خلاص انا مش محتاجه، اعمل سيف واشغل امر تاني هيقول لك 7، ونلاحظ ان 7 انا ظهر هنا باللون الاصفر لان ده نوعها نمبر، لكن السترنج بيظهر باللون الاخضر. فيعني حاجه كده يعني عشان يعرفك يعني الداتا تايب بتاع الحاجه اللي انت بتعرضها من غير يعني ما تروح تشوف التايب اوف اوبريتور والكلام ده، حاجات يعني بتساعدك. لو جيت غيرت في اي حاجه يقول لك دلوقتي بقت 80، 2 و7 هيقول لك 9. طيب لو قلت له 2 بس هيقول لك ان اي ان، لان الثلاثه ده قيمتها اندفايند، فانت بتحول اندفايند تحولها لنمبر فهتتحول لنان نوت ا نمبر، فنوت ا نمبر زائد نمبر الناتج بتاعها هيبقى نان برضو. فالمفروض يعني في الحاجات ديت لو انت بتعمل على كوماند لاين ارجيومنتس تعمل تشيك واف يعني على الحاجات بتاعتك، الارجيومنتس اللي كتبت كتب كام واحد واف وشويه اللوجيك بتاعك يعني تظبطه. ده كده بالنسبه لو انا عايز اجيب انبوت من اليوزر عن طريق الكوماند لاين ارجيومنتس. ده كده درس النهارده، نشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.